بسم الله. من الأسئلة اللي جات على الدروس اللي فاتت في النفس وركس، وهو أنا شغال بلاقي الزراير اللي أنا شغال عليها مختفية. الموضوع بسيط جدا، هاجي هنا وأقول له أنا عايز مينيمايز تو بانل بوتوم، مينيمايز تو بانل تايتل، يعني عايز التاب بس ولا عايز البانل بس ولا عايز البانل بوتوم. ممكن تقول له هنا أنا عايز أبدل بينهم بالشكل دوت كده، جايب لك بس الأسامي الرئيسية. تمام، ممكن واحد عايز يوفر مساحة، ممكن واحد عايز يجيبهم بالشكل الكامل دوت. تمام، فمن هنا تقدر ترجع الشاشة زي ما كانت، وتقدر تيجي هنا تقول له ريستور ديفولت ريبون، أو تيجي هنا شو بانل فتلغي مثلا البروجكت سيلكت سيرش فيزابيلتي. التاب اللي فوق ديت اللي هو الفيو بوينت والريفيو، يعني واحد مثلا ما بيستخدمش الرندر ده خالص وعايز يشيلها، ما بيستخدمش الاكسبورت، مجرد بس يشيل العلامة من ديت خلاص بتختفي تماما. وممكن لو جيت هنا ودوست رايت كليك يقول شو كويك اكسس تول بار، فبيجيب لك ادوات تساعدك اختصارات. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوفها فوق. تمام، اباف ذا ريبون فيجيبها لك فوق. دي مجرد بس ايه الاختصارات اللي هي تساعدك في الشغل بتاعك. يعني اهم الزراير. تمام، ممكن تيجي على اي زرار فيهم مثلا على هنا تقول له اد تو كويك اكسس تول بار، فبيضاف لي القوايم اللي فوق بشكل اوت.